الرحمن الرحيم. خديجة الدويري، رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجلس جهة الشرق، وأستاذة جامعية في علم الاجتماع والتدبير بجامعة محمد الأول. احنا كنتواجدوا في هذا المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واللي هي محطة مهمة بالنسبة للجهة الشرقية، محطة علمية ومحطة أيضا للتعاونيات، لعرض المنتوجات ديالهم، البيع ديالهم، التقاسم التجارب. أنا في هذا المعرض يعني كنت مكلفة بهذا المحطة العلمية، واللي معنا تل من المتدخلين الوطنيين وأيضا الدوليين في مجالات متخصصة. ارتأينا باش في دائما في الصباح كيكون عندنا ندوات علمية اللي بدينا بها بالتعاون المركزي جنوب جنوب فيما يخص المغرب والدول، يعني الدول ماشي غير الإفريقية. حنا كانت معنا اون ديليغاسيون افريكان اللي هي مهمة، واللي جاو مجموعة من الدول واللي شاركوا معنا في هذه المحطات العلمية. والحمد لله كان النقاش مهم جدا، واللي كان فيه نائب الرئيس السي صلاح عبودي، اللي هو اللي قدم يعني في التجربة في المجال بالنسبة لمجلس جهة الشرق. وبالنسبة ليوم الثاني عرضنا التجربة ديال مجلس جهة الشرق فيما يخص تنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واللي كيبذل فيه واحد المجهود كبير. وهنايا غادي نعاود نشكر السيد رئيس الجهة اللي الصراحة يبخون كور هذا لو سيكتور، ويعني وكنديروا داكشي اللي كنقدوا عليه لتنميه القطاع، ونعاونوا خصوصا التعاونيات باش ينميو المنتوجات ديالهم والخدمات ديالهم. بالنسبه اليوم كان عندنا لقاء مع مجموعه، راكو حضرتوا معنا، مع مجموعه من المتدخلين اللي هما في مستوى كبير اساتذه جامعيين، لي زانفيتي ديالنا الافارقه، ومجموعه من المتدخلين من المراكز لي سيرفيس اكستيريور اللي كانوا حاضرين معنا. هذا النهار كان لو تيم هو لانفيستيسمون والغول ديال لا دياسبورا، يعني المهاجرين شنو هو الدور ديالهم في تنميه الاستثمار في البلاد ديالنا. وكان نقاش يعني مهم جدا، وكان خرجوا بتوصيات اللي هي مهمه. مازال باقي لنا بالنسبه للغد، بالنسبه باقي لنا الشق الثقافي واللي غادي يحضروا فيه متدخلين حتى هما في مستوى عالي، السلامه الصحيه. وكاين في المساء كيكونوا تكوينات بالنسبه للتعاونيات، تكوينات مهمه جدا على حساب القطاعات ديالهم والتكوينات ديالهم. والحمد لله الى حضرتوا معنا يعني حتى في المساء وفي لي زاتولي دو فورماسيون كيكون نقاش، تقاسم تجارب ما بين التعاونيات اللي موجودين هنايا. والحمد لله يعني احنا فرحانين بزاف بالنجاح ديال هذا المعرض اللي راه لاقي واحد النجاح كبير بزاف هذا العام. فرحنا بالمعرض ديال العام اللي داز، اللي كان فيه تبارك الله يعني الزائرين، كان عندنا واحد لو شيفخ اللي هو تري امبورطون، كان عندنا لو شيفخ دافير حتى هو كي تيرياليزي تري امبورطون، وهذا العام غادي يكون اكثر ان شاء الله. وكنشكر رجال الاعلام، كنشكركم بزاف على التواجد معنا وعلى التغطيه ديالكم لهذه المحطة المهمة جدا بالنسبة لجهة الشرق، وشكرا.